أرحب فيكم السادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج المرصد، واليوم نلتقي وإياكم بموضوع مهم جدا. نتحدث اليوم عن آليات اختيار الوزراء وانعكاسه على علاقة السلطتين. وعندما أتحدث عن اختيار الوزراء بالكويت وتحديدا جانب الوزاري فهو مهم جدا وتاريخ عريق بدولة الكويت مرت فيه، والبعض يعول على هذا الجانب ومدى انعكاسه على التجربة الديمقراطية. على سبيل المثال، عندما أتحدث عن رئاسة الوزراء تعاقب عليها عدد من أبناء الأسرة، وكذلك عندما أتحدث عن الوزراء وهم أعضاء في الحكومة فقد أيضا تعاقب عليها من أبناء الأسرة، تعاقب عليها وزراء تكنوقراط عن طريق المحاصصة، عن طريق الضغوط الشعبية، عن طريق بعض التيارات والكتل اللي كانت دائما ترشح الوزراء حتى يمثلهم في الحكومة. ولكن هذا كله لم يؤدي إلى استقرار، والنتيجة عندما نتحدث عن التجربة الديمقراطية في الكويت قد يعني أثبتت الحلقات اللي طافت من خلال التحليل بأن التجربة الديمقراطية في الكويت كانت متأثرة. اليوم راح يكون معنا ايضا ضيفنا العزيز اللي دائما ينورنا ويوسف، الاستاذ ناصر العبدلي، حياك الله معنا. الله يحييك. وراح نتكلم عن هذا الموضوع، اليه اختيار الوزراء وانعكاسه على استقرار السلطتين. ولكن في البدايه عندنا تقرير صغير، خلينا نشوفه نرجع نتواصل معكم من جديد. أكدت الأوساط السياسية أن سبب الضعف الذي تعاني منه الإدارة الحكومية والذي نتج عنه الكثير من الأعمال التي أثرت على إدارة شؤون البلد والتأزم بين السلطتين هو اختيار الوزراء، ودعت تلك الأوساط إلى ضرورة أن يخضع الوزراء إلى معايير محددة تأخذ في الاعتبار أن يكونوا رجال دولة ويتحلون بصفات كثيرة من الكفاءة والاختصاص والخبرة والنزاهة والاستقلالية التامة، بعيدا عن المحاصصة التي وضعت الحكومة في مأزق في أكثر من مرحلة وأدت إلى إساءة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقالت إنه على مدى العقود السابقة وبسبب ضعف اختيار الوزراء لم تقم الحكومات المتعاقبة بوضع خطط للتنمية أو تنفذ بشكل فعلي ما يتضمنه النطق السامي من أطروحات في دورات المجالس المتتالية، ولم تقم أيضا بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ سيادة القانون على الجميع، بل كان أعضاؤها من الوزراء هم من أكثر من يخرق القانون من خلال التجاوزات التي يقومون بها لتسهيل معاملات معظم نواب مجلس الأمة التي تقلب القوانين رأسا على عقب لمصالحهم الانتخابية. وحسب الدستور فإن لسمو الأمير الحق في تعيين رئيس لمجلس الوزراء الذي يقوم بتعيين وزراء في حكومته، ولا تحتاج الحكومة الجديدة إلى التصويت عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي، بل تكفي موافقة الأمير، ويجب أن يكون عدد أعضاء الحكومة لا يزيد عن ثلث أعضاء مجلس الأمة. كما أن لرئيس الوزراء دور مهم في النظام الدستوري الكويتي، وهو دور مؤثر لأنه يرأس الجهاز التنفيذي بعد الأمير، وتكمن أهمية منصبه قيامه ترشيح الوزراء وتحقيق التنسيق والانسجام بين الوزارات في عملها على مختلف الأصعدة، ويرأس جلسات مجلس الوزراء ويدير المناقشات فيها وهو المتحدث باسم الحكومة. كما أن لرئيس الوزراء دور مهم في مد جسور التعاون مع السلطة التشريعية من خلال جلسات مجلس الأمة والمشاركة في اللجان البرلمانية. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، مرة ثانية أرجع لك أبو يوسف. خلني أذكر السادة المشاهدين اللي حاب يتواصل معنا من خلال أرقام أسفل الشاشة، إما بالاتصال أو بالتواصل معنا عبر طريق إرسال رسالة إلى الواتساب نقرأها على الهواء مباشرة. أبو يوسف، أرجع لك وأتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا وهو آلية اختيار الوزراء، ولكن اللي بتكلم عنه اليوم هو فشل الحكومة في الاستقرار، مع أن هناك آلية لاختيار الوزراء، ولكن البعض يلقي اللوم دائما على الحكومة وبأن فشل اختيارها للوزراء هو سبب بفشل الديمقراطية. بسمع تعليقك. هو يعني آلية اختيار الوزراء منذ بداياتها طبعا تحدث من سنة 1963 وهي بداية أول انتخاب أول برلمان، نعم، وحكومة طبعا راح تشكل حكومة بناء على التشاورات التي وردت في نصوص الدستور، وكان أول رئيس وزراء بعد الدستور هو ولي العهد في ذلك الوقت هو الشيخ صباح السالم. نعم. واجهت حكومة الشيخ صباح السالم أول تشكيلة حكومية كانت مشكلة من أبناء الأسرة والتجار، وهذا مؤشر على أن يعني بداية عملية انتخاب المجلس والحكومة كان موجودة تأثيرات الصراعات السياسية، والصراعات كانت الغالب بين التجار وبين الأسرة الحاكمة على نصوص الدستور. لكن هذه الحكومة وجهت بمعارضة داخل المجلس، طبعا هناك من تحدث عن أسباب أخرى غير أن
عدم قناعة أعضاء مجلس الأمة، لكن وجهت برفض من مجلس الأمة، ودستور الكويت يتحدث عن ثقة يحصل عليها رئيس الحكومة وحكومته في بداية التشكيل، لكن كان هناك مبادرة من أعضاء مجلس الأمة في مجلس 63 بأن لا يقبل أن يكون كل هذا العدد من أبناء الأسرة الحاكمة والتجار في الحكومة، ولذلك الحكومة. الشيخ عبد الله السالم طلب من الشيخ صباح السالم رحمة الله عليهم أجمعين أن يعيد صياغة هذه التركيبة الحكومية، وفعلا عاد صياغتها ومرت تطورت فكرة الحكومة. كان بداياتها كانت أكثر أعضائها من الأسرة الحاكمة، ثم في نهاية المطاف كان هناك فقط 2 أو 3 من أبناء الأسرة الحاكمة على وزارات ما يسمى وزارات السيادة، لكن آلية اختيار الوزراء ظلت كما هي من عام 63 إلى اليوم لم تتطور. نعم، إذن فشل الحكومة أيضا عندما يعول البعض عليه بأن جانب منه ما حقق الاستقرار المنشود بيوسف، وعلى سبيل المثال ضعف الخطط اللي كان يضعها الوزراء كما سمعنا بالتقرير، التجاوزات اللي كان يمارسها بعض الوزراء، على من نلقي اللوم؟ على الحكومة نفسها في آلية الاختيار؟ أنت أخطأتي في اختيار الشخصيات اللي ما عرفت تحط الخطط وما عرفت تلتزم وأن يكون هناك تجاوزات، ولا الخطأ على أعضاء البرلمان اللي دائما ما يلجؤون إلى الوزراء ويحاول أن يمرر بعض المعاملات؟ هي الإشكالية أصلاً موجودة في فكرة الدستور، وهو دستور جمع بين نظامين يعني بشكل توفيقي، النظام الرئاسي والبرلماني، ويعني مع طول هالسنوات هذه يعني المؤشرات تقول أن هذا النظام لم ينجح، لذلك لابد من الحسم، أما أن يكون نظام رئاسي أو نظام برلماني. طبعاً رئاسي لا يمكن أن يقر في دولة فيها نظام وراثي، لكن يمكن تجاوز هذه النقطة إلى حد كبير فيما لو كان هناك يعني طريقة لاختيار الوزراء تقوم على تحميل المسؤولية السياسية للتيارات، يعني إذا كانت برئاسة أحد أبناء الأسرة الحاكمة ثم يكون هناك أغلبية برلمانية داخل البرلمان أو ائتلاف بين تيارين داخل البرلمان بحيث يكون الأغلبية لهذين التيارين حتى تحظى بدعم من مجلس الأمة وتسير الأمور كما يجب. لكن لوحظ خلال كل السنوات الماضية أن فقط هناك ممثلين للتيارات داخل الحكومة، يعني كل تيار سياسي له ممثل وكل قبيلة لها ممثل في نظام المحاصصة، فهذا النظام أدى إلى أن يكون هناك صراعات داخل مجلس الوزراء وصراعات مع مجلس الأمة. ولو لاحظنا كل هالسنوات الماضية أيضا كان هناك وزير يستجوب وزير، وكلمة السيد عدنان عبد الصمد الشهير اللي قال فيها أن الحكومة تستجوب الحكومة هي يمكن أقوى مثال على أن الصراعات داخل الحكومة سببها هذه آلية الاختيار. نعم، إذا هناك خلل في آلية الاختيار تشوفه. نعم صحيح. راح أكمل معاكم، وأيضا عندنا ضيف راح ينضم معانا من بعد الفاصل أستاذ سامي نصف ليتحدث عن آلية اختيار الوزراء. راح أروح فاصل وبعدها نرجع نتواصل معاكم من جديد. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، انضم معنا الاستاذ سامي النصف الوزير السابق، حياك الله معنا ابو عبد اللطيف. الله يحييك اخي احمد، يا اهلا وسهلا. نتحدث كنا اليوم عن موضوع مهم جدا حساس وسياسي، وهو آلية اختيار الوزراء، ويعني ابو يوسف قبل شوي تكلم على آلية اختيار الوزراء، وفي نهايه الفقره اللي طافت قال هناك خلل في الاختيار، والدليل اللي قاعد نشوفه فشل الحكومه في الاستقرار في عديد من الحكومات اللي مرت. انت كنت وزير سابق ومريت بهذه التجربه، والحكومة دائما ما تحاول إلى أن تبني استقرار واضح، هل تعتقد بأن آلية اختيار الوزراء اللي كانت تتبعها الحكومة موفقة أم غير موفقة؟ أنا أتصور أنه بالقط نحتاج إلى تغيير هذه طريقة الاختيار بشكل يعني كبير جدا لأسباب عدة. أولا الكويت صارت أكبر من أنه والله هي مجموعة أسماء قليلة يتم الاختيار منها، كذلك قضية الكوتا، أنت والله يا فلان جيب لنا 4 وزراء، أنت يا فلان جيب وزيرين وغيره، قضية ما عادت تنفع لسبب بسيط جدا.
نحن أمام مرحلة غير مسبوقة بتاريخ الكويت. أنا أتصور التحديات اللي هالمرة راح نواجهها بنظري على الأقل أكبر لربما حتى من القزو، لأن القزو بالنهاية 6 شهور عانينا وانتهى الأمر. اليوم التحديات القادمة شق منها تحدي اقتصادي، احنا من بدء اليوم الأول للاستقلال ونحن بوفرة اقتصادية، ما في معاناة. الآن لا، أنت أمام تحديات حقيقية راح يكون فيها معاناة، راح تكون فيها حاجة لقضية التضحية، في حاجة لتسويق الحكومة ذاتها، لإقناع الناس، الوزراء، هذه الحكومة الصامتة، قضية غير مسبوقة بالعالم، العالم كله. يعني خليني أعطيك مثال، قضية مثلا رفع أسعار الوقود بالعالم كله في أي دولة ديمقراطية، أعطيك مثال فرنسا مثلا، قبل 6 شهور من صدور القرار يبدأ حوار، تشوف الوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات بترول وغيره قاعدين على الفضائيات مثل هذه وغيرها يتخاطبوا يتحاوروا حتى يصلوا توعية. إلى المحصل توعية، وكمان تأخذ الرأي والرأي الآخر. ما يجوز أنك تصدر تشريع ثم تتراجع عنه. ترى قضية يعني تقريبا غير مسبوقة، لأن العالم كله ما يصدر التشريع إلا أنت يعني متأكد منه، وبالتالي لا تتراجع عنه. وبالتالي خلينا نتفق على أنه على يعني أساسيات الأمر الأول، التحديات ضخمة جدا اقتصاديا أمنيا، المنطقة كلها يعني تغلي، سياسيا في انسدادات سياسية بالكويت غير موجودة يمكن عند الجيران أو دول أخرى، هذا الأول. الأمر الثاني أنه والله تحتاج قطعا إلى تعديل هياكل وآليات اللعبة السياسية. بمعنى اليوم الدستور أعطى 2 أسبوع لاختيار الحكومة، تدري هذه منين جاية؟ هذه جاية من الدستور المصري اللي كانت فيه حكومات حزبية. يعني إذا فاز حزب الوفد هو عنده حكومة ظل 2 أسبوع وايد. أنت بالكويت تقعد تنتظر 2 أسبوع هذه على ما تنادي فلان وتنادي فلان على ما يروح ويرجع، انتهت. ودائما تأتي تعيينات اللحظة الأخيرة اللي تأتي بأطقم غير كف أو غير مناسبة. الأفضل والعمل المؤسسي اللي المفروض يتم أنه يكون عندك ديتابيز تختار فيها الناس المتفوقة اللي قد لا تعرفها شخصيا. في الآن طلبة تلقى أي ستودنت يروح يتخرج من أفضل الجامعات، لديه توجهات سياسية، عنده كفاءة بالعمل. هذه المفروض تكون عندك ديتابيس، وقاعد طوال السنوات تعمل انترفيوز. مو قريب أنك تتصل بواحد بارز بأيام ما في حتى وزارة، تقول له تعال، تجلس معه على استكانة شاي، ما رأيك لو في يوم من الأيام احتجنا لك وزير وكيل؟ قال لك إيه، حطيته بالديتابيز إن هذا منه. وتقدر تشكل بالديتابيز كمان حكومات ظل سورية، ما نقول هي الفاينل. الآن تجي الانتخابات، الانتخابات ما راح تطلع لك الحزب الماركسي ولا راح تطلع لك شيء عدا المكون الكويتي المعتاد، راح تطلعوا لك وطني على ليبرالي على إسلامي سني شيعي قبلي وغيره. إذن ماكو شيء جديد راح تأتي فيه الانتخابات اللي تقول أنا ببدأ من الصفر من لحظة ظهور النتائج. لا، أنت عندك أقرب إلى ما هو حكومات مختار لها أفضل الناس، أفضل الخامات، أكفأها، لأن عندنا تجارب، ومنها بالحكومة الأخيرة بحقيقة الحال فيه مسؤولين ووزراء يعني لا يجمع الكفاءة ولا الأمانة ولا شيء. يعني بالتالي تقول شلون تم اختياره؟ طلع ما طلع عليه من أمور، وهذه يعني واحدة من العديد. المهم إذا عملت هذا الأمر، هذا الحل المؤسسي، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه والله تحرص على أن يكون هناك تأهيل. إحنا بعد 3-4 أيام في انتخابات الكونغرس الأمريكي والرئاسة الأمريكية. تعرف عضو الكونغرس وعضو الإدارة الحكومية بأمريكا والكونغرس ما يعمل إلا 2 اللي يسمونها الأورينتيشن، التأهيل. ما يجوز واحد يأتي من برة وتحطه دون تأهيل، والأفضل حتى النواب يأخذوا هذا النوع من التأهيل. الأمر الثالث، عندنا تجربة مريرة مع الوزراء الشعبيين أو المنتخبين، تعطي وزارة فنية يعيث بها فسادا وتعيينات بالباراشوت وأمور كثيرة. أنا أتصور عرفا يجب أن نحرص على أن يكون واحد محلل، لسبب أنه إذا كان في خامات طيبة بالمجلس خليها للمجلس، لأن المجلس مثل صائد البحر، تحدق ما تدري تطلع لك سمكة زينة أو مزينة، بينما الحكومة هي مثل القرص توجه بندقيتك، أنت لازم تختار الأفضل. وبالتالي بس أكمل هذه، أن خل يكون المحلل واحد، وخل المحلل فقط يكون وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، المكان اللي ما فيه أن يعبث لا بترول ولا بطيران ولا بأمور اقتصادية ومالية. واضح عبد اللطيف. خلينا نرجع لك مرة ثانية أبو يوسف لأتحدث عن الصفات والمعايير اللي المفروض اتباعها في اختيار الوزراء من قبل الحكومة. هو المشكلة في الحكومة هي المسؤولية السياسية. يعني أنت لا تستطيع
أن تعمل حكومة محاصصة ثم تحملها مسؤولية برنامج. حتى هذا البرنامج أنا أتوقع أنه ما صيغ من جانب الوزراء، بل مصيغ من جانب التقنيرات اللي داخل الحكومة، مثل الوكلاء ووكلاء المساعدين والمدراء. يعني صيغة البرنامج الحكومي الذي يفترض أن يقدم إلى مجلس الأمة في بدايات عمله تستغرب، يعني ليست قادمة من رئيس الوزراء، هو الذي لديه برنامج مسبق واضح ومحدد ثم يبني الحكومة على هذا البرنامج. أي عندما يقابل الوزراء يسألهم عن هذا البرنامج فيما لم كانوا مقتنعين في هذا البرنامج ولا، وكيف سيكون تطبيقه بعد توزير هذا الوزير. لا، الحكومة تطلب من الوزارات وضع حصتها أو جزءها من البرنامج الحكومي، وتجمع هذه كلها في مكان واحد ثم يسجل عليها أن هذا برنامج حكومي يبعث إلى مجلس الأمة ولا أحد يطبقه في 4 سنوات اللي هي فصل التشريعي. هذه المشكلة اللي نعاني منها أكثر من مرة في أي تشكيلة حكومية، هي سببها أن ليس هناك أغلبية داخل الحكومة، سواء على شكل أغلبية كاملة أو على شكل ائتلاف. نعم. هذه من المهم جدا أن ينظر لها، لأن هذه الأغلبية هي تتحمل مسؤولية الحكومة فيما لو أخفقت فيما بعد أو لم تستقر. إنما التشكيلة الحالية بالمحاصصة، كل ممثل داخل البرلمان لديه، كل كتلة داخل البرلمان سواء سياسية أو قبلية أو مناطقية لها ممثل في الحكومة، ويكون هناك تضارب بين أعضاء الحكومة، أنا أعتقد ما راح تستمر فكرة الحكومة. إحنا نتذكر الشيخ سعد وطريقة رحمة الله عليه في التشكيلات الحكومية كان يستدعي المرشحين ثم يعرض عليهم مبدأ المشاركة ولا يدخل في تفاصيل الحكومة، إنما أنت يعني إذا أنت مرشح تقول والله أنا ما عندي مانع أشارك بالحكومة. هو الشيخ سعد رحمة الله عليه يحدد في المرسوم كل مرشح أي وزارة يستلمها، ولذلك هي صحيح أنها تطورت فيما بعد وأصبح يعرض في عهد الشيخ صباح، كان يعرض على الوزير أو المرشح اسم الوزارة وهل يرغب في العمل فيها، لكن مع ذلك كل هذه التطورات بطيئة جدا، بحيث أن الحكومة ظلت كما هي غير قادرة على أنها تنتج كما يجب داخل مجلس الأمة. أرجع لك بعد بس إذا حاب تعلم. إيه نعم. شوف، أولا برنامج عمل الحكومة، ليش أنا أقول لك أن الدستور يحتاج إلى تغيير حتى بقضية الأسبوعين مدها؟ نعم. لأن أنت توك جايب وزير خلال توك مختاره، يمكن ما صار إلى آخر يوم يلا يكون أدى القسم، متى راح يسوي هذا برنامج عمل الحكومة بينما يجب أن يعرض برنامج عمل الحكومة في أول جلسة؟ إذن أنت حقيقة الحال هذا مو برنامج عمله، هذا برنامج عمل من سبقه، فهذه واحدة. لأنك أنت نسيت انه هذه قادمه من حكومات حزبيه. نعم. الحزب جاي يجيك مع حكومه ظل ومع برنامج عمل. واضح. انت بالكويت ما عندك هذا الامر، هل هذا الامر يمكن تحسينه؟ وهذا نعم، هذا الدستور ما هو منزل، بالعكس الاباء المؤسسين قالوا 5 سنين وغير فيه، الاسبوعين قطعا لا تكفي، بل حتى النائب تلقاه جاي من معترك انتخابي وده يرتاح، يا اخي عطى اسبوعين يرتاح وعطى اسبوعين دورات تاهيل، هذا العمل المؤسسي اللي يحسن. الان قضيه انه والله الحكومات تعمل دون اغلبيه، ترى العمله دائما لها وجهين، هذه مثل ما هي نقيصه هذه هي كذلك اضافه، لان الدول الاخرى أنت تبدأ العمل كحكومة وفي حزب معارض عندك نص المجلس مو معك. إحنا هني ترى 50، مثل ما إحنا نفترض أنه راح يكونون 50 معارضة، ترى بإمكانهم لو اخترت الوزراء الأكفاء الأمناء الأذكياء وتقدمت ببرنامج عمل معقول، يعني مو إنشائي معروف أنه بس محطوط على الورق، هذول 50 بإمكانهم بعكس الديمقراطيات الأخرى يكونون معك، الآخرين نصهم ضدك، لو فقط 4-5 صاروا ضدك صار سقطت الحكومة وبدأت. فبالتالي إحنا علينا أن نتعامل مع الوضع بتصحيحه تحت مظلة ما هو قائم مع بعض التعديلات هنا أو هناك. نعم. إلى الآن أنا أقول لك الحكومة القادمة هي الحكومة الأهم بتاريخ الكويت منذ نشأتها، إذا اخترنا كمواطنين نواب أكفاء أمناء واختارت الحكومة كذلك من ديتا بيز ما تبدي، ترى إذا بدأت المشاورات الحكومية من اللحظة اللي كما ينص الدستور اليوم التالي راح تضيع الأيام 7 أيام 8 أيام، ما المفروض تكون عندك فكرة
عن الحكومة بعد ذلك تبدأ الرتلوش. نعم تشاور قطعا، راح تقرأ قراءة لنتائج الانتخابات 1000%، بس هذه مو كل العمل، هذه جزء من العمل. لازم تكون عندك شخصيات كفءة أمينة أنت حاطها بالديتا بيز. نعم. أنا بوقف عند هالنقطة يا أبو عبد اللطيف. نتحدث اليوم عن آلية اختيار الوزراء، وقلت نقطة مهمة جدا كذلك تطرق لها أبو يوسف، وهي نقطة الكفاءة. أنه يكون على كفاءة وأمانة، برنامج أمانة، ذكاء، قادر أن يسوق، لازم يتكلم. طيب خلنا نوقف يعني. ما أبو عبد اللطيف يعني مو أمامك، وهو ليس مديحا بأمامك. أبو عبد اللطيف جاء من خلفية عنده ثقافة عامة، عنده اطلاع، عنده فكر يعني، وكذلك طموح، ويعني ما بي أمدح زيادة، ولكن لا 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 ولا احتاج. لكن أبو عبد اللطيف عندما وضعت وتم اختيارك بالوزارة ما كان هناك استقرار. أيضا مع اختيار الأكفاء ومع اختيار الأمناء الحكومة غير قادرة أيضا على الاستقرار. خليني أقول لك شيء، أو خلينا مثل ما قلنا، في تجارب سابقة ترى فيها خطأ من الجوانب كلها، من اختيار الحكومة، من عمل الحكومة، حتى من نظرة خاطئة جدا لدى كثير من الحكومات، لأنه عملها السياسي يقتضي مو شراء ود النائب الناخب اللي هو الشعب، لا فقط اشتر لي ود 20 مثلا نائب بالحلال بالحرام باللي يكون، وهذا العمل السياسي بهالشكل. هذا خطأ جسيم، وبالتالي هذا ينتج عنه أزمات تلد أزمات. كذلك الأمر يخطئ القوى السياسية، في قوى سياسية ترى أنه والله هي معارضة بكل الأشكال. نعم. إذا قالت الحكومة شمال قالت هي يمين، إذا قالت أبيض قالت هي أسود، إذا أخضر أحمر، هذا مو صحيح. نعم. هذا مو صحيح على الإطلاق، وبالتالي تضطر الحكومات في بعض الأحيان بسبب الأزمات، بسبب تغير التشكيلات. نعم أنا أقول لك في قضية تقال أنه حتى العراق بالعصر الملكي ساء الوضع فيه، لأنه كان الإنجليز يحرصوا على أن الحكومة ما تستمر أكثر من 7-8 شهور، لأن عمري هذه البداية الصفرية الخانة يك. بالتالي نحن لا نحتاج بالانتخابات ولا بالعمل السياسي المستقبلي إلى نوعين من النواب، النوع النفعي اللي جاي يعني يستفيد ماليا، وهذا ولا ردعهم بإنشاء لجنة قيم. نعم. اليوم بعد 50 سنة نحن البرلمان الوحيد تقريبا بالعالم اللي ما فيه لجنة قيم. كذلك لا نريد النوع الانتقامي، ما نبي أحد داش المجلس يقول لك أنا بس قاعد على رأس العاير حق الحكومة، إذا قالت جابت أي مشروع رفضته، إذا قالت أي مقترح أنت هني تدفع حتى الحكومات إلى الفساد والإفساد، أنت جزء منها لأنك سويت لي. أنا بدي أن نغير قواعد اللعبة السياسية، نبدأ بداية صحيحة. والله إن التحديات القادمة لا تحتمل هذا الأبد، لا من الحكومة ولا من الإفساد اللي تسويه الحكومة، ولا من كذلك قوى سياسية جاية فقط تعارض لأجل المعارضة. لا نبي موالاة لأجل الموالاة، ولا نحتاج معارضة لأجل المعارضة. نعم. ويوسف أرجع لأتحدث عن نقطة مهمة جدا امتداد من كلام أبو عبد اللطيف، هل مطلوب اليوم من الحكومة أن تحظى برضا المجلس رضا تام حتى تتمكن من أن تسير على نهج واضح وخطة التنمية والاستقرار والإصلاح السياسي؟ هو التفاهم بين المجلس والحكومة هذا أمر مطلوب بالتعاون، لكن يعني هي نعود للمربع الأول دائما، آلية التشكيل هي المشكلة. نعم. يعني أنا ودي أشوف رئيس وزراء في الكويت يقوم بالمبادرة هو بالحديث مع المرشحين، وليس من يعرض عليه يعني بداخل التشكيلة الحكومية. نعم. دائما لما تكون في انتخابات وتظهر نتائج الانتخابات، كل تيار سياسي أو كل قبيلة أو كل يعني مجموعة ممثلة داخل مجلس الأمة تقوم بترشيح أسماء رئيس الوزراء. يعني خل نغير هالمرة طريقة أو آلية اختيار الوزراء بأن يكون في ذهن رئيس الوزراء شخصيات لم ترشح له ضمن التشكيلة الحكومية، هو يبادر بمخاطبتها والطلب منها المشاركة في هذه الحكومة. أنا أعتقد هالنوعيات من الشخصيات التي تترفع عن طريقة التوسط والوصول إلى الحقيبة الوزارية، أنا أعتقد هذه يمكن خطوة أولى تصلح من العملية السياسية. طبعاً أنت ما راح تخرج عن التيارات وعن القبائل وعن العوائل في الكويت، ما راح تخرج عنها. نعم. لكن أنا ليش أبحث عن الشخص اللي يطلب هو يكون وزير؟ خليني أنا أروح أبحث عن الشخص الذي لم يتوسط له أحد أو لم يطلب الوزارة. هذا الرجل يعني أنا أختاره على أساس الكفاءة،
اختاره على أساس سجل تاريخ سياسي له والعلمي له، كل هالأمور هذه اللي ممكن تستفيد منها الوزارات المختلفة. أنا أعتقد هذه خطوة مهمة جدا، مع ضرورة، يمكن أختلف مع أخوي أبو عبد اللطيف، مع ضرورة أن تكون الأغلبية داخل الحكومة هي أغلبية داخل البرلمان. نعم. حتى يكون هناك تفاهم بين الطرفين، وحتى يكون البرلمان لديه القدرة على حماية الحكومة من السقوط. كلما كان هناك شخص مغامر داخل البرلمان لا ينتمي لتيار سياسي، ربما له الصوت الأعلى، ربما له أجندات خارج البرلمان ويحاول إسقاط الحكومة، تكون هذه الأغلبية قادرة على حماية هذه الحكومة. نعم. دعني أعود مرة ثانية حق أبو عبد اللطيف عشان أسمع كلامك. يوسف ما زال مصر على نقطة الأغلبية في الحكومة وفي المجلس، وعند الرؤية الخاصة نحو تحقيق على الأقل الإصلاح السياسي، بسمع تعليقك قبل الخاص. إيه أوكي، خلينا نأخذها واحدة واحدة. اللي تفضل فيه بيوسف من أنه أنا معاه أنه والله اللي يجي يزكي، هذه قضية مو صحيح. راح يزكي يمكن ولد أخوه ولد أخته وقريبة وكذا، واللي قد لا يكون مؤهل. نعم. بالتالي هذه يمكن قلناها من البداية، بالعكس هذه قلنا حلها بالديتابيز، أن يكون عندك صندوق معلومات، يكون رئيس الوزراء مطلع ومعاه فريق ومختارين ما هو أفضل بالمجتمع. نعم. الأمر الثاني قضية المحاصصة، أنا أتفق أنه بالنهاية الوزارة راح تكون فيها من كل ألوان الطيف، بس اختار لنا الأفضل يا أخي. نعم. ليش تختار الأسوأ؟ الأمر الثالث أنا مع بعد أكثر من ذلك، أنا بودي أنه حتى الوزير ليش جزمت أن اختيار الأسوأ؟ ليش جزمت أن هناك اختيار الأسوأ؟ قاعد نشوفه بالوزارة السابقة في وزارة، أنت وزراء أحد الوزراء أبو عبد اللطيف. نعم؟ أنت أحد الوزراء. نعم. أنا أحد الوزراء. نعم. طيب مرات تختار زين معناته كل مره تختار زين، او تختار شين كل مره شين، لو انا كنت شين. لا، الوزاره فيها الزين وفيها الشين، احنا نبي فقط يكون فيها الزين. في وزراء مثل ما قلنا يجمعوا الحرمانه والحمرانه، لا كفاءه ولا حد عرفهم مجال عملهم، وفوق هذا طلعت عليهم تجاوزات اكثر من السمة السابعه. خلينا نرجع الى ما هو مهم. كذلك نريد من رئيس الوزراء مثل ما قال يمكن ابو يوسف وفاعل كمان، هو من يعفي المقصر. اليوم اقرا بالجرائد، الجيران كل يوم يعفون وزراء، شنو قضية إن الوزير إذا تجاوز وإذا سرق وإذا نائب وإذا أثبت عدم كفاءة لازم تنطر مجلس الأمة يا الله يستجوبه ويسقطه وبعدين تحاول تشتري ود النواب. الآن تأتي لقضية الأكثرية، أنا ما عندي مانع، أنا بالعكس أنا ما أشوف مع أبو يوسف نحن مختلفين. إذا الوزراء هذولا عندهم أغلبية بالبرلمان زين، بس أنا أذكر أبو يوسف وهو متابع ممتاز لهذا، كل مرة يدخل وزير من كتلة أول ما يصير يتبرؤون منه ويقولون هذا مستقل وهذا ما، إلى درجة أن الفاضل المعوشرجي لما شاف أنه الجماعة اللي جاي منها منقلبة قال لا يبا أنا جاي أمثلكم وأنتوا تنقلبوا على الحكومة، هذه استقالتي. بس كل مرة عندنا تاريخ طويل اللي دش أول ما يصير يقولون والله اللي صار من التحالف، اللي صار من الإخوان، اللي صار من السلف كلهم، بعد أنت تحاول أنك تدخله على أساس يكسبك الأغلبية بالبرلمان. بس أنا أعتقد إنه الإشكال إشكال الأغلبية بالبرلمان حل لما تكون عندك وزارة ناطقة قائمة على أكفاء أمناء أذكياء، لن يجرأ واحد بالبرلمان. نعم. إنه يعارضها. أما إنك والله تخبص بالحكومة أو عمل الحكومة أو الوزير غير كفء لا يستطيع أن يدافع عن ذاته، أنا أتصور هذا موطن الخطأ، وبالتالي يتبرأ التكتل من الوزير اللي يمثله، لأنه هو يشعر أن هذه حكومة سيئة السمعة وبالتالي لا يستطيع أن يدعمها. طيب. هذه قواعد اللعبة السيئة الماضوية اللي علينا أن نتوقف ونغيرها، لأنه اللعبة السياسية سيدي الفاضل كمان مثل المرض، إذا ما تشخصه صح لا يمكن أن تعالجه. وبالتالي التشخيص الحقيقي أن اللعبة السياسية عبر السنوات الطويلة عبر العقود الماضية ما أدت القرض. شوف الهدف من أي لعبة سياسية، أولا أمور عدة يجب أن تتوفر، النزاهة، محاربة الفساد، بالعكس صار العملية السياسية بالكويت تنشر الفساد، تكافؤ الفرص، بالعكس أصبح الآن الإخلال. نعم. بالتكافؤ الفرص قادم من هذه الشفافية اللي قلناها، قضية التنمية، دائما الديمقراطية يقال أن الدول الديمقراطية أكثر نموا من الدول الدكتاتورية، صار عندنا العكس الآن، احنا اللي عندنا الديمقراطية صرنا متخلفين عن الجيران يمكن 50 سنة. وبالتالي لازم نقر ان اللعبة السياسية بمفهومها السابق اذا استمرينا عليها وبحثنا، اسمح لي بس. نعم. بحثنا عن ذرائع واعذار مو صحيحة، اذا تذكر حولونا الى 5 دوائر تنتهي كل المشاكل، حولونا 4 اصوات صوت 5
كل هالأمور أنا أعتقد هي قفز إلى الأمام ومحاولة إخفاء المرض والتعامل مع أعراضه إلى المرض. المرض يحتاج إلى تعامل مباشر معه، بعد ذلك لا فرق إن كان دائرة ولا خمس ولا عشر ولا صوت ولا أربعة. غير ذلك إذا بقي الفساد وبقت ثقافة الفساد وبقت ثقافة عدم اختيار الأفضل للوزارة وللمجلس وبقينا في أزمات تلد أزمات، أعتقد والله لا طبنا ولا قد الشر. الفارق أنه هالمرة نحن أمام مصد ونحن أمام زوابع وعواصف وأمواج عالية، المركب قد يقرق مو بطريق القزو، قد يقرق بأزمات اقتصادية هي أسوأ من القزو. نعم، إذا مستمر معاك أستاذ سامي النصف بعبد اللطيف، الأستاذ ناصر العدلي أبو يوسف، ولكن راح أروح فاصل صغير وأرجع أتواصل معكم مرة ثانية. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، ارجع لكم مره ثانيه اتواصل مع ضيف الكرام الاستاذ والوزير السابق سامي النصف، حياك الله مره ثانيه. استاذ ناصر العبدلي بوسف حياك الله معنا، وكنا نتحدث عن اليه اختيار الوزراء. برجع لك بوسف مره ثانيه حتى اتحدث عن اليه اختيار الوزراء والتطوير. احنا اليوم محتاجين تطوير، محتاجين اصلاح سياسي، محتاجين ايضا ان خطه التنميه يتم تطبيقها بشكل صحيح. كل هذه الامور المعني فيها الحكومه، وحتى تسير الحكومه بشكل صحيح يجب اختيار الوزراء مره اخرى بعنايه فائقه حتى يكونوا قادرين على السير بالنهج المطلوب. فشلون ممكن ان احنا يكون عندنا تطور في اله الاختيار؟ هو يعني انا دائما يعني على قضيه رئيس الوزراء، هو شخصيه رئيس الوزراء مهمه جدا، وان يكون شخص مبادر ولديه القدره على التقييم، يعني حتى الشخصيات يستطيع ان يقيمها ويعرف ان هذه الشخصيات ممكن تفيده في التركيبه الحكوميه ولا لا. يعني أنا هذه من سياق تشكيلات الحكومية اللي مرت علينا، دائما هناك طابع سرية في التشكيل، ما لا لا يعني ما حد يعرف ليش الحكومة أو رئيس الوزراء يعني يتبنى كل هذه السرية في اختيار عناصر الحكومة. كل دول العالم يعني عنده تشكيل حكومة سواء ديمقراطية أو غير ديمقراطية. نشوف حنا أن اليوم رئيس الوزراء يعلن في الإعلام أنه والله استقبل فلان وفلان للرغبة في مشاورات في عملية التشكيل الحكومي. حتى أسماء هذه الشخصيات 15 شخصية المفترض ترشحها للحكومة أن تخضع للتقييم الإعلامي والتقييم الشعبي. نعم. داخل خلال الفترة الأسبوعين، وأنا أعتقد هذه فترة كافية لأن البلد صغير والحكومة يعني تعرف أغلب الشخصيات اللي مترشحة للتشكيل الحكومية، يعني يستطيع الإعلام أو حتى على الصعيد الشعبي أن يتحدثون بصوت عالي عن هذه الشخصيات هذا الوزير يتم تقييمها. يعني 15 وزير يعني يقيمون فترة أسبوعين حتى يعرف رئيس الوزراء من يختار بالضبط للتشكيلة الحكومية. أيضا موضوع مهم جدا، نحن الآن في أزمة اقتصادية وانخفضت سعر النفط، وهناك قرارات اقتصادية ستطرح كما نتوقع في الحكومة المقبلة والمجلس المقبل. لماذا لا يرأس الحكومة شخصية اقتصادية؟ لأن هذه الشخصية ستبني حكومتها على شخوص اقتصادية أيضا قادرة على أن يعني تضع حلول للأزمة الاقتصادية دون أن يمس جيب المواطن بشكل مباشر. كل هذه الأمور يجب أن يعني نعيد النظر في آلية تعديل أو تشكيل الحكومة حتى نستفيد من هذه النقاط. عدم السرية مهم جدا، وأن يكون على رأس الحكومة شخصية اقتصادية. قبل أن أنتقل لك أبو لطيف، عودة الحكومة اللي طافت إلى المشهد السياسي الجديد، هل سيسبب أيضا تواجه وصدام ما بين المجلس؟ غير أنا أعتقد غير مطروح أن تعود هذه الحكومة، ربما رئيس الوزراء. نعم. لكن تشكيل الحكومية نفسها أكيد ستخضع للتغيير لأن مجلس جديد. نعم أبو لطيف، يعني لو لغينا طريقة المحاصصة في اختيار الوزراء، هل تعتقد بأننا سنصل إلى نتيجة أفضل؟ ما هي ترى إحنا وايد مبالغين بقضية المحاصصة. المحاصصة بمعنى أن الحكومة تشكل من ألوان الطيف. واضح. هي راح تصير يعني ما في حكومة راح تصير طقة واحدة، وبالتالي لا نبالغ فيها، وهذا كمان نخلق. لا، ولكن يعني المحاصصة أبو عبد اللطيف هي ترضيات، بينما عندما اختار وزراء اكفاء ومن اختار انا على شوف ضمن أسيدي. المحاصصة تستطيع ان تختار وزراء اكفاء ومناء. واقول لك حاجه، مره جربت وضعوا وزاره ما فيها مكون
اجتماعي طائفي معين. نعم. واحتجت بينه وبينك قالوا يعني معقولة احنا كلنا مئات الآلاف ما تلقى منا إنسان مؤهل؟ ودائما أسهل على الشخص الممثل إنه يقول ما نبي وزارة فيها محاصصة. بالتالي هذا أنا يعني ما ودينا ندخل فيها بعمق. أنا ضد طبعا المحاصصة بالطريقة اللبنانية وهذا، إنما قاعد أقول بكل الطرق، كل الطرق راح تؤدي إلى روما، كل الطرق راح تؤدي بالنهاية إلى أنه راح يكون فيه وزير قبلي، وزير حضري، وطني، ليبرالي، إسلامي، كل هالمكونات، إنما اختار الأفضل منهم كلهم الأفضل. بس أنا خليني أقول لك على قضية مؤسساتية أعتقد أنه حان الوقت أنه ننظر فيها. يعني اليوم أفضل من بكرة. إحنا لو فصلنا تراتبية الحكم عن تراتبية الحكومة، تراتبية الحكم معروفة عند الأسرة الحاكمة من واحد ومن اثنين، ولربما لو يحطون حتى جدول لخمسة يكون أفضل من عن التنازع، إنما هذه قضية مطلقة عند الأسرة الحاكمة. الآن إذا جيت حق الحكومة ترى هي مو مرتبطة بتراتبية الحكم، يعني بإمكان الأسرة وهي أكبر أسرة، الأسرة الحاكمة هي أكبر أسرة بالكويت وفيها من الخريجين ومن الأكفاء العشرات، وبالتالي يمكن والدستور سمح لذلك، يمكن لسمو الأمير وللقيادة السياسية أن تختار من تريد من الأبناء الأسرة طبقا للمرحلة. إذا المرحلة القادمة اقتصادية قد نحتاج بالفعل إلى شخصية من أبناء الأسرة قبل غيرهم. طبعا هذا الأمر يمكن أن يمتد لخارج الأسرة، بس اليوم الأسرة ما جربناها كلها. طيب بإمكان أن يختار من الأسرة من هو شديد الاختصاص بالاقتصاد ويجرب. الريال بعد سنة زين، صار سنتين، صار أربع، دورة دورتين، ما صار زين ما في أي قضاء، أو مثل ما تعفي الوزير تعفي رئيس الوزراء وتجيب غيره من الأسرة. ما صار جربت من الأسرة واحد واثنين وثلاثة، تبي من برا وترجع للأسرة كذلك ما يضر. هذه كلها أعطيت للدستور، أعطيت مباشرة بالدستور، لأن ما طلبت ولا قام الآباء المؤسسين قالوا أن من يرأس الوزارة عليه أن يكون متقدماً بتراتبية الحكم. ما فيه، بل حتى النزاع كله على الوزارة وعلى الوزراء وعلى وزير يستجوب وزير وعلى رئاسة الوزارة كلها بسبب تراتبية الحكم. وبالتالي لو أبعدتهم عن بعض حتى الخلاف راح يتوقف. ليش؟ لأن أنت اليوم راح تأخذ فرصتك كابن أسرة، باكر راح يكون الثاني اللي اليوم يعرقلك، باكر راح تكون فرصته فما راح يعرقلك، ومن ثم نخدم البلد. لو بعدين أعطيك يعني مثال ما يدل على أن الأمر كان حتى عند الآباء المؤسسين بهذا الشكل. دائما يقال عند قبل تشكيل الحكومة يتم التشاور مع منهم، مع رؤساء حكومات سابقين. إذن الدستور افترض أنه راح نصل إلى المرحلة اللي بالفعل واحد واثنين. بعدين هذه نوع من التجربة لنرى يعني نوع من التفاضل بين حتى أبناء الأسرة. إذا زيد من الناس استلم الحكومة وصارت الحكومة نزيهة كفأة طور بالبلد، لا شك أنه راح يكون أفضل بالمقارنة حتى عند أبناء الأسرة اللي هم يرتبوا تراتبية الحكم. يقول لك والله هذا جرب ومن أفضل الناس، فليش ما نجرب هذا الفصل ونرى المرحلة، وما تحتاجها مرحلة أمنية، تحتاج رئيس وزراء من أبناء الأسرة ذو خلفية أمنية، مرحلة اقتصادية، مرحلة سياسية. تطالب برئيس وزراء جديد؟ يعني أنا أقول أنه النهج يجب أن يكون جديد. الآن منو الوزارة اللي طافت فيها من أبناء الأسرة الأكفاء؟ ما يخفى على اثنين أن في أنجزوا وحصدوا سمعة طيبة عند الناس، وبالتالي نعم اختار منهم أو من خارجهم. بس ليش الربط؟ أنا أقول اليوم أو باكر أو بعد بكرة، ليش تربط شيء ما هو مرتبط؟ نعم، تحديات ضخمة. تم. نعم. خلنا ننتقل حق أبو يوسف لأتحدث مرة أخرى عن آلية اختيار الوزراء واللي استمرت يعني على هذه الشاكلة لمدة سنوات طويلة. صحيح. هل ممكن الحين لما يتغير يتقبل الشارع، يتقبل مجلس الأمة، الحكومة أيضا تتقبل؟ هل ممكن أن هذه الخطوة الجديدة ستساهم في الإصلاح السياسي والاستقرار والتنمية؟ هو التغيير سنة الحياة، يعني يجب أن لا نتوقف عند يعني أمر ثم نقول أن من الصعب تغييره. هي سنة الحياة، يعني ممكن أن نغير كل أربع سنوات، كل فصل تشريعي نغير طريقة الآلية، نغير عملية حتى يعني البرلمان من 63 اليوم تغير نظام الانتخابي 3-4 مرات. نعم، نظام التصويت ونظام الدوائر تغيرت أكثر 3-4 مرات. لماذا الجمود فقط هو من يعني طبيعة الحكومة في الكويت؟ لماذا دائما نحن نحاول أن نبقي الحكومة كما هي، نفس الآليات اختيار الوزراء، نفس العمل، نفس الأجواء؟ هذه يعني تحتاج إلى تطوير. يعني اليوم 63 يمكن ما كان عندنا كل هالكفاءات
المتميزة. اليوم عندك أنت عشرات الكفاءات في كل تخصص، وداخل التخصص تستطيع أن تجد كفاءات أيضا في التشكيل الحكومية. لماذا نتوقف عند نظام يعني بدأ به من 63 إلى اليوم؟ نحن بحاجة إلى تطوير الآلية، نحن بحاجة إلى كما تحدثت قبل قليل إلى رئيس وزراء مبدع ولديه تصور. وأنا أعتقد البرنامج الحكومي، أنا أعتقد حتى يعني الأمير له صحيح صلاحية أن يختار رئيس الوزراء، لكن أنا أتوقع أن الأمير مفترض أن يفاضل بين مجموعة من أبناء الأسرة الحاكمة ويسألهم هل هناك شخص لديه قدرة على مواجهة هذا المنصب وتحمل أعباءه، خلي يقدم لي برنامج جاهز وتصور ورؤية. يعني أنا شايف من بعض أبناء الأسرة مثلا كمثال الشيخ ناصر صباح الأحمد دائما لديه طروحات تتعلق بالتنمية، لماذا لا يحصل مثل هذا الشيخ على فرصة بأن يكون رئيس حكومة؟ نعم. إذا كان لديه برنامج ثم كلف برئاسة الوزراء ثم يعني جمع هؤلاء المرشحين، أنا دائما أفضل أن يكون المرشح رئيس الوزراء هو يذهب للمرشحين وليس من يعرض عليه ويقبل به. إذا كان هناك داخل هؤلاء المرشحين من يقبل بهذا البرنامج ولديه قدرة على تنفيذه كان بها، يعني لدينا حكومة ورئيس وزراء مبادر وحكومة قادرة على التنفيذ. أما إذا كان الوضع ظل مثل ما نراه الآن تشكيلة بالطريقة البدائية القديمة، نعم، وتتواجه المشاكل كما يحدث في الاستجوابات في مجلس الماضي، بعد كان هناك استجوابات لحكومة مع أن المجلس ضعيف لحكومة أضعف من هذا المجلس. نعم. أبو عبد اللطيف، اختيار رئيس وزراء شعبي مطروح، وطرح في فترة من الفترات وكان هناك مطالب أيضا شعبية نحت هذه الجزئية، هل تعتقد بأن هذا الموضوع إذا تم اختيار رئيس وزراء شعبي سيكون هو الخطوة الأولى للإصلاح والتوافق ما بين السلطتين؟ لا لا قطعا لا، مثل ما قلت لك الوزير رئيس الوزراء الشعبي لو أتى ضمن اللي توم تكلمته اللي هو فصل المسارين يصبح مقبول، بس أنت ما جربت كل الأسرة عشان تذهب إلى رئيس وزراء شعبي، ناهيك عن أن تجربة الاستباحة اللي صارت بعض الوزارات اللي تولاها شعبيين ما تشجع هذا الأمر، أنه بكرة تستباح الحكومة وكل الوزارات والميزانية العامة للدولة. أنا عندي تحفظ اتجاه هذا الأمر إلى أن نجرب أبناء الأسرة، بعد ذلك ضمن هذا المسار مثل ما قلنا أربع من أبناء الأسرة مختلفين جربتهم، رجحت بعد ذلك إلى واحد مثلا متميز من الناس حطيته بعدين رجعت لأبناء الأسرة أوكي، أما أنه والله نقول حق الأسرة تنحي وإحنا بس من اليوم رايح رئيس وزراء شعبيين أنا أعتقد فيها مخاطرة، قفزة إلى المجهول، خوف من الاستباحة والتمييز. وأنا أقول لك كل الحكومات اللي الحكومات الحزبية اللي بالدول العربية نكص الناس عنها لأنها كانت تستبيح، لما تجي حكومة الوفد والأحرار الدستوريين وغيره تقوم تكتسح كل المناصب وتعطيها حق ابنائها، وبالتالي أرجو أن نكون حذرين بهذا المسار، إنما هذه اللعبة ضمن الأسرة ثم تخرج إلى واحد من أبناء الشعب وترجع هذه واحد. الأمر الثاني العمل المؤسسي مرة ثانية، اليوم الوزير لازم تؤهله، أنا أعرف أنا مطلع على ما يجري بدول الخليج، كل المبرزين اللي قدموا دورات بالإدارة وغيرها تعطى للوزراء، ما يصير الوزير يشتغل 4 سنين وثمان سنين ما عطيته. اثنين دائما الوزير رئيس الوزراء حتى حكام الدول من أوباما إلى أصغر إلى موناكو جودة عملهم بجودة الفريق المحيط، لازم يكون الجهاز الإداري اللي موجود بالوزارة مو جاي بالواسطة، مو مشهور عنا الفساد، مو قاعد يستعين بالنواب لاستجواب الوزراء لأنهم وزراء إصلاحيين وغيره، لازم تصلح هذه الأمور، ولازم تكون العلاقة الرئيسية ما بين الوزير ورئيس الوزراء وبين الوزير والوكلاء يقدر يغيرهم ولا لا، وإذا يقدر شنو الآلية، هم ما ودك كل وزير يجي يطرد كل الوكلاء والوكلاء المساعدين، لازم تكون في آلية. الأمر الثاني حتى العلاقة الأفقية بين الوزير وزملاء الوزراء شنو هي، هل هي مقننة؟ علاقته مع رئيس الوزراء مقننة ولا لا؟ كل هالأمور هذه بعد 60 سنة صدق أنها لا يوجد شيء على الإطلاق يحدث الوزير بحقه في اتخاذ القرار بعيد عن زملائه أو عن الحكومة وغيره، كل هالأمور لا يجب أن لا تبقى قامضة إذا كنا نبحث عن إصلاح حقيقي. كذلك في شق آخر، إحنا 60 سنة
نعتقد أن العملية الديمقراطية هي صناديق اقتراع كل 4 سنين. ما في تنمية سياسية، علينا أن ندخل الدستور بالمناهج الدراسية، علينا أن نعلم الأساتذة من الروضة أنه والله التدريس ليس مدرس يأخذ المنهج الدكتاتوري والعقاب، ونعلم الواحد من الصغر أنه والله ما في ديمقراطية لا بالبيت ولا بالمدرسة. وحتى نرى ما نراه اليوم بالجامعة من انتخابات تجري على معطيات فئوية طائفية وغيرها. راح اضطر اختم ابو عبد اللطيف وكذلك يوسف، الكلمه الاخيره معك 30 ثانيه. هو يعني دائما يعني طبعا انا من ناحيه رئيس الوزراء الشعبي، اذا انت تقصد شعبي من البرلمان ولا مواطن؟ نعم، خلينا نقول مواطن وخلينا نقول من البرلمان. من البرلمان يمكن نتفق ويا اخوي ابو عبد اللطيف الى انه راح يحول الوزاره الى يعني نعم. مثل العزبه، بينما لكن رئيس الوزراء الشعبي المواطن، أنا أعتقد كثير من شرائح المجتمع حتى الآن لا تتقبل هذه الفكرة. نعم. لاحظت أنا في كل الدواوين أن دائما الإجماع على أن يكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة. فهذه المرحلة يعني طبعا لا يمنع هذا أن نطرح فكرة أن يكون هناك رئيس وزراء شعبي، لكنها يعني فكرة مستقبلية. نعم. إذن كنا نتحدث عن آلية اختيار الوزراء وانعكاسها ما بين العلاقة على السلطتين. كانوا ضيوف الكرام الأستاذ سامي النصف الوزير السابق، يعطيك العافية على التواصل والتواجد معنا في برنامج المرصد، وكذلك الأستاذ يوسف ناصر العبدلي يعطيك العافية. السادة المشاهدين كل الشكر والتقدير لكم على حسن المتابعة، على أمل أن أراكم بحلقات تجمعني وإياكم في برنامج المرصد. إلى اللقاء.